نروح بقى لاستعدادات كرة السلة، واللي وافق على دعوة نظيره التايواني للمشاركة في بطولة ودية هناك هتكون في شهر يوليو اللي جاي، وده ضمن الاستعدادات المشاركة في التصفيات إن شاء الله المؤهلة للبطولة الإفريقية وكأس العالم في نوفمبر. البطولة هتتلعب في تايوان بمشاركة منتخبات قوية، خصوصا إنها هتكون قبل انطلاق الدورة الأولمبية مباشرة إن شاء الله تكون موجودة الدورة. وفي شهر أغسطس الفريق هيروح تونس علشان يشارك في البطولة العربية هناك. بطولة تايوان هتكون أول تجمع لمنتخب بعد تعيين الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن أحمد مرعي، واللي بيتولى حاليا قيادة فريق الاتحاد السكندري. ولسه كنا بنتكلم عن الكابتن أحمد مرعي والإنجازات اللي عملها مع فريق الاتحاد السكندري، وخصوصا في عام 2019 اللي حصدوا فيه البطولة العربية والدوري المرتبط، فأكيد اختيار مميز. بنتمنى التوفيق للكابتن أحمد مرعي وجهازه المعاون. أما بقى منتخب الناشئات تحت 17 سنة بقيادة الكابتن علي هاشم المدير الفني، جه في المجموعة الأولى بقرعة كأس العالم بجانب منتخبات إيطاليا وكندا وكمان منتخب كوريا، والبطولة هتتلعب خلال الفترة من 15 وحتى 23 أغسطس اللي جاي، ودي هتكون في رومانيا.